بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة بنكلمكم عن الكب المستورد بالنبل. طبعا الكب بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، في نبل 360 درجة زي ما احنا شايفين، نبل 360 درجة تمام. بالأفيس بتاعه اهو. طبعا النبل ده سهل جدا في تركيبه، ده النبل اهو بتتفك بالطريقة دي. ده الكب بونطة 8 بنخرم بيها وبنركب الكب، بنركب لو مسترها كتمت عندك ولا حاجة يعني، بنركب النبل بالطريقة دي اهي اهي، بلفه كده خلاص ركب. ده كب بيور زي ما احنا شايفين اهو اهو، ده كب بالنبل. الكرتونه طبعا بتيجي فيها 500، ده كب مستورد صيني جوده عاليه زي ما احنا شايفين. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو في اي فيديو انتم محتاجينه تكتبوا اسم المنتج وجنبه كلمة عرب جروب سواء على اليوتيوب أو على جوجل. يعني مثال محتاجين شفاط تكتبوا شفاط وجنبه كلمة عرب جروب، محتاجين هيتر تكتبوا هيتر وجنبها كلمة عرب جروب سواء على اليوتيوب أو جوجل.